فما يمكنش تكون ضربة جزاء تدور عليك مقابلة فضربة جزاء كتبقى فرصة سانحة للتسجيل فضاعت فاشتغلنا من وراء باش نسجلوا مجموعة ديال الأهداف ما كانش عندنا فيهم التوفيق فكنظن في المقابلة الجاية إن شاء الله نحاول نركز أكثر باش نحصدوا النقاط إن شاء الله اللي خصهم باش ندوا البطولة. ضربة الجزاء كانت فرصة اللي كتجينا في الماتش جاونا فرص ضيعناهم غادي نحاولوا كما قلت في ليزونطريمون غادي نجتهدوا على الفرص اللي كيجيونا باش نبقاو نسجلوهم إن شاء الله. I'm going to go to the hospital.